أبو صالح معنا على الخط، تفضل أبو صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامة. مساك الله بالخير. تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ صالح، الله يجزاك خير عن كل ما تقدمه. آمين. شكرا. مساك الله بالخير. نعم. ألو. تفضل نسمعك، سؤالك يا أخي. يا شيخ أنا توفي لي ولد قبل سنتين، توفي في الحريق طبعا في مكة. وكان بيولع ماتور كهرباء يزوده بنزين وانحرق، فهل هذا يعتبر من الشهداء؟ إن شاء الله. الموت المفاجئ بحريق أو بهدم أو بغرق هذا يكون من الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا فيعامل معاملة الجنائز. نعم.